يحرفون الكلمة عن مواضعه، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. نستفيد إيش من هذه الآية؟ من أولها، تأمل في أولها لتصل إلى النتيجة التي نريدها. ما وفوا بالعقود، نقضهم للعقود. أيوة أول ما ممتاز. بدأت الصورة، يعني الذين عملوا أوفوا بالعقود، إن نقضوا العقود. يا سلام، أحسنتم. يعني معناها المعاصي سبب لقلة فهم كلام الله عز وجل. إذا هذول فريد الشباشي النصرانية المنافقة اللي تقول أنا أسلمت، هي منافقة، نص اسمها فريدة ميخائيل، هذه التي تخرج تشتم الحجاب وترد القرآن، نوال السعداوي، كل هذول إيش اللي ما هي أسباب قلة فهمهم لكلام الله عز وجل؟ المعاصي الذي وقعوا فيه. شوف ربنا وش قال، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فتحريف الكلمة عن المواضع إما أن يكون بسبب الجهل وفقد العلم أو بالاستكبار والعدوان، وفي كلا الحالتين المعاصي سبب لقلة الفهم. ولذلك شكوت إلى وقيع سوء حفظي فدلني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فكلما زاد الإنسان في الطاعة على المنهج السلفي، كتاب السنة على فهم سلف الأمة، كلما فتح الله عز وجل عليه من الأنوار ومن الفهم ما لم يفتحه على غيره من إيش؟ من الناس. وكلما ضل عن سواء السبيل كلما أخذ يحرف، مثل علي منصور الكيالي، عدنان إبراهيم، شحرور، كل هؤلاء الذين تسمعون أنتم هرطقاتهم إنما أوتوا من معاصيهم عافانا الله وإياكم. أضف إلى ذلك تقسو قلوبهم، لأن المعصية من أسباب من لوازمها قسوة القلب وتحريف الكلم عن مواضعهم. ولذلك يجب عليك وأنت تتابع الإنترنت واليوتيوب أن تفر من هؤلاء فرارك من الأسد.